هتحارب اشرف جه زيت يلا نروح لها يلا جماعة شد الكوبسي واجري نلعب كهربا طب ما القعدة منورة كم لعبة صغيرة هيفرهدك ويسحرك اشرف بيحب الافورة هتحارب اشرف جه زيت يلا نروح لها شد الكوبسي واجري نلعب كهربا طب ما القعدة منورة كم لعبة صغيرة هيفرهدك ويسحرك اشرف بيحب الافورة حلقة جديدة وقبل السحور ودايما زي كل يوم في رمضان بنقعد نفتكر حاجة كنا بنعملها زمان ومعانا مصطفى بسيط اهلا يا ريس ومعانا طبعا احمد اشرف ومعانا مريم منورين يا جدع ده صاحبي جديد ما تعرفش هو ما بيحبنيش دي بتتعمل كل حلقة لا لا خالص بالعكس يا شريف معانا انا مبسوط ان مصطفى موجود معانا ويمكن كمان من قبل مسرح مصر راجل وست ستات دي اول حاجه الجزء الخامس كمان تفتكر اول مره انا قابلتك امتى ده كان في السبوع بتاعك ايه ناسي ولا ايه لا طبعا فاكر كانوا حاطينك في برباط أيوة بس كبير ايوه بقى. ايه الالعاب اليدوي بقى اللي هي الحاجات اللي زي كده كنا نقعد نعمل فيها دي بلاد أيوة. نكتب مثلا ليبيا مصر الجزائر تقول بلد ليبيا نعمل كده فاهمه وكده كده انا هجيبها له غلط لان انا اللي بلعب أيوة انا اللي بعمل كده بس طبعا انت لو بتلعب شريف ممكن يقول بلد غير المكتوبه وكده كده هطلعه غلط برضه ايوه طبعا لا وفي كمان دي اللي هي الضفدع دي انا فاكرها بقى ده مين اللي عملها هنا بما يرضي الله اهي بص ده انت قديم قوي وانت بتعرف تعمل يا شريف حاجات من دي طبعا يا ريس ورينا وانت يا مريم بتعملي ايه ودي بتاع كده كنا بنمسكها برضو نعمل بيها بق تعملي بيها بق ازاي وتقولوا كلام يتعقل يا جماعه كانت كده وبعدين نعمل كده اهو يا سلام التفاهة ليها برضو يا اخي انت بتعمل ايه يا شريف بعمل مشط يا ريس تعمل مشط ده ايه ملعبنا ايه دي ده المدفع ده المدفع لازم تنفخ فيه الاول قبل ما تفرقع تمام كده اهو يا سلام وبعدين دي برضو اللي هي الطيارة دي اللي هي بتطير كده اهو ايوه مكسر بيها الكاميرا هناك اهي دي ايه بقى دي بقى مالية دي يا ريس دي عصفورة لا معروفة طبعا اهي سيو دي طبعا مركب دي يعني كنا بنلعب العاب غريبة بس كنا بنسلي وقت يعني انت كان ايه بقى الحاجات اللي بتعملها وقت رمضان بالنسبة لي رمضان كنت لازم اطلع لم فلوس النور لم فلوس عشان تركب لمط زي دي عشان اركب لمط زي دي واعمل فرع النور كنت بتلم بزيادة ولا هي مصلحة في فلوس النور هقول لك على حاجة غريبة كان عندنا واحد الله يمسيه بالخير كان اسمه عماه ده كان راجل مسيحي ده كان اكتر واحد بيدفع عندنا في الشارع كنا بنتخانق مين اللي يطلع له الاول لان اللي هيطلع له الاول هيعمل مصلحة اكبر انتوا بتقلبوا الشارع وهم عارفين معروف المصلحه هنجيب بيتزا وهنجيب بيبسي عشان ما نقعدش نلف وهي لمبه في وسط الشارع والله هي لمبه ولو لقوها كمان كان ليكي علاقه بالالعاب بتاع احنا الشارع كنا اطفال شوارع ايوه يعني كنا طبعا استغماية دي اشهر حاجه كنا بتاعت التوت يا ريس بتوع الضبابير وبنرن على الجيران ونطلع نجري والجيران كانوا عارفين بس كانوا بيفوتوا شريف انت ايه غير سلك المواعيد اللي كنا بنولع فيه انا هبتدي الاقي نفسي هنا بقى بيلي يا ريس تلعب طبعا بيلي. بقيت كده مسافات واللي يجيبها قبل بتاع وحفره او بيبقى مثلا ما بيكون في صوار موجود في الشارع في مكان ما هم عاملين ده دي بتحافظ عليها طول العيب ايوه القديم قديم كان يوم المونة بالنسبه لنا ان الحريف اول حريف لما يجي يعتزل البيلي يعتزل البيلي يا خلاص مش هيلعب يا ريس اولمبياد يا ريس والله كراتين جوه يروح طالع مطلع ورامي من الشباك واحنا نقف تحت الليم فوق دماغك اللي يجي يجي احنا عايزين ناخد البيلي والله عيال صغيره فرحانه طب بما ان انتوا لعبيه تيجوا نلعب لعبه كنا بنلعبها زمان انا مش فاكرها يلا بينا يلا بينا دلوقتي احنا جينا لفقره اللعب كنا بنسمع ايه السبع طوبات ولعبنا السبع طوبات عارفين لعبه السبع طوبات لكن ما يعرفوش بتتلعب ازاي طبعا دي الكوره الشراب عندنا السبع طوبات محطوطين على الارض وانت هيبقى معاك فريق وانا معايا فريق يبقى مصر سوريا معروف. مصر سوريا يلا مصر سوريا مصر سوريا مصر سوريا حد ايده محقق مصر سوريا انا اخدت منصور تعال ورايا اخدت شريف اخدت علي وطاو اخدت اشرف اخدت حبيب قلبي نيفين اخدت مريم جاهزين يا جماعه اول ما هضرب البتاعه دي وتقع انتوا هتحاولوا تمسكوني واحنا نحاول نزوغ منكم ونرجع نحط السبع طوبات فوق بعض تاني استنى عشان الاستاذ شكله لعيب قرب لنا ايه ده اللي هنلعب كوره جت في الطوب جهاز عشان احنا اللي هنمسك لغايه ما نجمع السبع طوبات واللي يجي عندها يقول ايه بيوضه 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 لا ما انا عايز اجيبها اجيبهاش ازاي احنا بنصور في وسط البلد ها لو جبناها عايزك في المقطع بره ايه يا
مين مسك مين؟ هي دي اللعبة اللي احنا مش فاهمينها لغاية دلوقتي. السبع طوبات يا جماعة دي لعبة لذيذة جدا. جيت الحق هيبة بيوضة 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 ايه؟ بيوضة كسبنا بيوضة كسبنا ايوه بيوضة كسبنا. بس الصراحة كانت لعبة لذيذة قوي. بص جدا بيوضة. طب يا جماعة اللعب بيجوع ولا لسه شويه؟ لا بيوضه. طب يلا يا جماعه نروح ناكل. يلا بينا. السلام عليكم. طبعا بين الفطار وبين السحور بيجي لك ايه سن الجوع كده، لكن لما تلاقي بقى ايه الحاج عبد المولى موجود وعنده بطاطا ريحتها ضربه في الشارع كله ما ينفعش تسيبه. طبعا ازيك يا عم عبد المولى؟ ازيك يا باشا؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت منين يا حاج عبد المولى؟ انا من سوهاج. احسن ناس. والبطاطا دي بقى بتبقى بالموسم؟ هو موسمها شتوي يعني لحد شهر 3 كده. دي اللي هي بقى المحمره ولا المصفره؟ البطاطا الاسكندراني. ما البلدي طبعا البيضة معروفه. طب وتعرف معسله بقى ولا مش معسله ازاي؟ عشان انا باخد بطاطا كتير قوي مش معسله. احسن بطاطا معسله اللي هي الدمياط. لو انت بصيت كده في الفرن ايوه تلاقي في عسل هنا. ايوه كده معسل. وبرضه بيتحط عليها ملح وعسل. العسل ده جديد يعني؟ انت عمرك اكلت بطاطا كان عليها عسل؟ لا ودلوقتي بقى يحطوا نوتيلا ويحطوا لا يا راجل. لكن بقى عربيه البطاطا ملح وكمون. في ناس بتعملها في البيت بجوز الهند واللبن وتعملها صينيه. يعملوها صينيه يدخلوها الفرن تطلع محمره. انت بتسلقها الاول ولا زي ما بتحطها؟ يا سلام وادي معالق كمان. الله ده بقى في شغل جامد يا عم عبد المولى. ده انا زمان كنت اعرف واحد بيعمل البطاطا مش بسكينه كده، صفيحه منشار. ده كان زمان. ايوه قديم. انا بقول لك ما انا قديم. اوعى اوعى والله. تمام التمام. ده عسل اسود. هات لنا طبق فيه ايه كام واحده كده كمان عشان معانا ايه زغابه هنا. شباب انتوا عايزين تاكلوا ولا ايه؟ لا ما فيش. عايزين معالي يا عبد المولى. معانا زمتك ده منظر يطلب معالي. حلقتين الله يكرمك. امسك. الله ايه ده؟ رياض عايز بطاقة؟ دي دمياطي ولا اسكندراني؟ تعالى يا عم عبد المولى بقى اقعد جنبينا هنا. سوهاج من البلاد الجميلة. في سوهاج كان مين بيقول تواشيح؟ في شيوخ معروفين هناك. المقرئ العظيم اللي اسمه المصدر منشاوي. منشاوي طبعا من سوهاج. اول واحد تولى مشيخة الامام الازهر ده ايام الملك زمان. من مركز المرغر طبعا سوهاج. طبعا الشيخ محمد عمران من طهطا. ورفعت طهطاوي. ورفعت طهطاوي نفسه. زياد بقى بيقول لنا تواشيح كده هو احنا في رمضان طبعا. نسمع منه بقى ايه شويه تواشيح حلو. هقول حاجه محبوبه في الصعيد اسمها ايه العمل يا احمد؟ ده التراث الشعبي في الانشاد يعني. يا سلام. بذكر المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا سيد. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له حبيب ايه العمل يا احمد كل الامم تشهد انك رسول الله ايه العمل يا احمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله ارحم محبينك عاشوا على دينك ارحم محبينك عاشوا على دينك محلى سعد عينك محلى سعد عينك يا يا ابن عبد الله.
رايك بقى عم مولى بقى؟ والله ده حافظ التراث القديم بتاع الصعيد. ما شاء الله انت نورتنا عم مولى النهارده، ربنا يكرمك. بسيط ايوه، بسطنا ان انت كنت معانا حبيبي يا ريس. كل ما الواحد ايه يبعد شويه كده هو بنتشغل شويه، لكن لما بنيجي نتقابل تاني اكيد كلنا بنتبسط. طبعا يا يعني. ريس ده شرف لينا ومنورتنا يا زياد. نورك. وطبعا بطاوي وبولا وعلي واحمد. ده يا ريس انت ما قلتش علي مين ده؟ هو انت انا اول شايف مش شايف. نشكركم، نشكر كل الناس اللي اتفرجوا على الحلقه النهارده، واستنونا بكره وحلقه جديده من حاره عشر. حارة أشرف جه زيت، يلا نروح لها. يلا جماعة شد الكوبسي واجري نلعب كهربا. طب ما القعدة منورة كم لعبة صغيرة، هيفرهدك ويسحرك. أشرف بيحب الأفوارة. حارة أشرف جه زيت، يلا نروح لها. شد الكوبسي واجري نلعب كهربا. طب ما القعدة منورة كم لعبة صغيرة، هيفرهدك ويسحرك. أشرف بيحب الأفوارة.